تمتلك محافظة المهرة موروثا ثقافيا وحضاريا كبيرا له خصوصيته، لكنها أصبحت اليوم معرضة للاندثار، حيث يتهدد اللغة المهرية الأفول حتى دون تدوينها، فيما معظم المعالم الأثرية والتاريخية تتساقط بفعل الإهمال وفي طريقها للدمار والخراب. رغم ما تمتلكه المهرة من موروث ثقافي أزلي، إلا أن نفيس ماضيها التليد يبدو اليوم في أسوأ حال. بالنسبة للأدب في محافظة المهرة، يعني كنز من الموروث الشعبي بشقيه المهري والعربي، وبجميع مجالات الشعر وبجميع بحور الشعر كنز موروث، لكن يعني أنا أمثله مثل نفطنا اليمني، لا زال ما حصل من ينقب عنه، ما حصل من يصدره للخارج. الفلكلور الشعبي وعادات وتقاليد الإنسان المهري وموروث المهرة الشفهي تشكو إلى الله إهمال الجانب الرسمي، فاللغة المهرية مهددة بالأفول بتقادم الزمن، فلم تدون رسميا ولم تدرس علميا ولم تدرس للنشء، فيما مجمل الفنون المهرية على كثرتها عرضة للسطو الخارجي والتحريف وطمس هويتها المهرية، فهي الأخرى لم توثق رسميا ولم تنشأ المراكز المتخصصة بجمعها ودراستها والحفاظ عليها، ولم يتم تنمية الإبداع فيها. اشتغلت في هذا المجال وأسسنا مؤسسة ثقافية في المهرة، وبعدين للأسف اندثرت المتحف، دار ثقافة، مراكز ثقافية، مكتبات، كلها اندثرت للأسف، ونعمل البناء من جديد. معانا الآن مركز الموروث الشعبي، هذا انشأته في منزلي الخاص، تبرعت به للموروث الشعبي للمهرة، وبحاجة طبعا إلى دعم ومساعدة من جهة الرسمية، وزارة الثقافة، هي العمل للأثار، هذه يجب أن تلتفت إلينا، وأيضا التجار وذو القدرة يساهموا معنا، لأن هذا موروث شعبي إنساني. في المهرة عموما مغيب الحراك الثقافي فيها تماما كبنيته التحتية المدمر بعضها قبل افتتاحها. عندنا مشروع مركز ثقافي للمحافظة متعثر منذ 2002 و2003 إلى حد الآن، حوالي أكثر من 10 سنوات وهذا المشروع متعثر. عندنا مراكز ثقافية مصغرة في مديريات كل من قشن وسيحوت وحوف، هذه المراكز تم اعتمادها عبر وزارة الثقافة كترميم لها وصيانتها وتأهيلها، وللأسف الشديد أنها ترحل من سنة إلى أخرى. الإمكانيات المتاحة للفنانين غير متوفرة، بالرغم من وجود كم أو عدد لا بأس به من المثقفين، عدم توظيف العديد منهم، لأنه بعض منهم لا ليسوا موظفين ولا لديهم أعمال، مما يضطروا أنهم أما يسافروا إلى بلدان أخرى أو ينتقلوا إلى مناطق أخرى للبحث عن مصدر لقمة العيش ومصدر العيش. فهذه الأسباب كلها أثرت تأثير كبير على الموروث الثقافي. يبدو أن الجانب الرسمي المعني بالموروث الثقافي لن يحن إلى الموروث الشفهي والفنون المهرية إلا بعد أن ينقرض ما بقي منها اليوم حيا يحتضر على مرأى ومسمع.